جرب العسكريون الأمريكيون قيادة الدبابات الروسية من طراز T-80 أثناء المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، ويعد اللواء المدرع الثالث الوحيد في جيش كوريا الجنوبية الذي يستخدم المعدات العسكرية الروسية. وإضافة إلى هذا النوع من الدبابات، يستخدم اللواء مركبة المشاة القتالية الروسية BMB-3، وكانت دبابة T-80 الروسية أقوى دبابة في كوريا الجنوبية خلال السنوات العشرين الأخيرة، وقبل تحديثها تم تخزينها في القواعد العسكرية كاحتياطي استراتيجي.